السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايبي دي رسالة الملائكة ليكم النهاردة، رسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت. اول رسالة جايالك بتقولك خليك شجاع. واضح من الرسالة ومن بدايتها وانا بكتبها ان في ناس اتعرضت لظلم كبير وضغط ونفسي، وفي هنا ناس متعرضة لسحر وأذى وطاقات سلبية. أنا ليه بقولك كده؟ لأن رسالتك بدأ بآية: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كون إن تجيلك الرسالة دي في أول الرسالة وأنا بكتب، معنى كده إن أنت بتتعرض لمكر من الآخرين، ولكن في نفس الوقت الآية بتدلك على حفظ من الله، بتدلك على رعاية إلهية. كون إن آية زي كده تجيلك معناها إن أنت بتتعرض لظلم، بتتعرض لإهانة، بتتعرض لضغط، بتتعرض لمكر من اللي حواليك. معناها إن في محيطك ناس سلبية، ناس مكارة، ناس خداعة. طبعا أنت الناس اللي معايا هتقول لي انا عارف الناس دي، في ناس منكم عارفة، لكن في ناس منكم مش عارفة مين اللي حواليها بيمكر وبيخدع، ولكن اللي جاي لك انهم من المحيط. وجاي لي هنا برج القوس، وجاي لي هنا رقم 7 و8. الارقام دي لما انا بكتب في الرسالة بتنكتب مني من غير ما بشعر، يعني الثمانية والسبعة دول انكتبوا في وسط رسالة وأنا بكتب، فممكن تكون شهور ميلادكم، أو ممكن تكون وقت ما أنتوا تعرضتوا للموقف ده، أو ممكن تكون هي رد الظلم على الظالم هيجي في الأشهر دي أو في الأوقات دي أو في الأيام دي، أو ممكن ربنا بيبعت لك الأرقام دي علشان تشعر إن بعد 7 ثواني، 7 دقايق، 7 أيام، 7 أسابيع الحق هيترد لك انت. ده ليه؟ ده لاني جاية بعدها رسالة بتقول ان كل شيء بيعملوه هيترد عليهم، هيأتي بالفشل عليهم، هيرجع ليهم. من الاخر كده سحر هيترد على السحر، مكر هيترد ليهم هم بمكر اكتر واكتر، ظلم هيتظلموا هم اكتر واكتر واكتر. انا ليه بقول لك كده؟ لان رسالتك بتقول كده، لان رسالتك بتقول ان المكر اللي هم مكروه ضدك ده كله جاي عليهم هم باذن الله. دقيقه واحده عشان هولع الشمع عشان طفى. سوري يا جماعه، معلش، اصلي الطاقه بتاعتهم ما شاء الله يعني صعبه شويه فبتطفي الشمع. المهم ان هنا طاقتك بتقول ورسالتك بتقول ان الظلم اللي انت تعرضت له باذن الله ده مردود عليهم. تعرف انت تعرضت للظلم ده ليه؟ لانك وفي زيادة عن اللزوم، لانك طيب ومسالم زيادة عن اللزوم، لانهم فكروك ضعيف عملوا كده. شفتوا كده المثل اللي بيقول كتر الوفا قهار؟ انت من كتر ما بتوفي اتقهرت منهم، حصل لك كده ظلم قهر. هو ده فعلا منطبق عليك تماما، كتر الوفا قهار. انت اتقهرت كتير من الناس دي، تعبت، اتظلمت، حصل لك زي طاقات صعبة في حياتك، حصل لك وقف، حصل لك خيانة، حصل لك غدر. واضح ان طاقتهم بتقول ان انت تعرضت لكل انواع الظلم. الناس دي ما سابتش حاجة في حياتك الا وعملتها. واضح الشمع عمال يعلى يعلى جامد خالص ويرجع ينخفض ويرجع يطفي، الطاقة بتاعتهم صعبة جدا. عايز اقول لكم ان الرسالة دي من اقوى الرسائل اللي تعرض فيها الانسان للظلم. واضح قدامي كل انواع الظلم. يعني انت شخص من كتر ما انت وفيت اتغدرت، عملت الحلو اتردلك بالوحش. بتقول ليه؟
انا كل ما اعمل شيء كويس يترد لي وحش، كل ما ابقى كويس مع الناس واوفي الاقي المكر والخداع والخيانه. ودي حاجه بتحصل مع الناس الروحانيين من كتر طيبتهم الزايده، من كتر قلبهم الابيض، من كتر الحب اللي بيدوه للاخرين، لكن ما بيلاقوش قدامهم الا الكره. يعني انت ممكن يحصل معاك كده من المحيط معاك، وممكن يحصل من منطقه العمل، ممكن يحصل من الجيران من غيره وحقد، ممكن يحصل من مرات الابن السلفه، ممكن يحصل من زوجة الابن زي ما بيقولوا، او مثلا زوج الابنه، بيحصل حاجات زي كده اما بتيجي تدخلات النسب. في ناس هنا متعرضه للطاقه دي، طاقه النسب معاهم يعني فيها مكر كتير. بس ما تقلقش، خليك دايما في الايه اللي جايه لك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في رساله هنا برضو يا جماعه للبعض، بتقول لك ما تبقاش صامت باستمرار. انت شكلك مخبي حاجه او بتداري حاجه او ساكت على طول، يعني كانك عايش حاله من الحزن او الصمت او الكتمان. في كتمان في الطاقه هنا، في حد كاتم حاجه جوه عقله جوه قلبه، في حاجه كده عايزه تطلع، في شعور عندك بانك عايز تصرخ، عايز تحس بوجودك، عايز تتبسط لكن مش عارف تتناغم. انت مش شجاع على فكره. في ناس هنا عندها الشجاعه قليله جدا ان هي تتقدم على شيء او تقول شيء كاتماه جوه قلبها. حاول انك تخرج لمكان واسع وتطلع الطاقة دي، اصرخ، طلع الطاقة اللي في قلبك. لازم تعمل كده، لازم تعمل كده. اخرج لمكان واسع ما فيهوش ناس، ما فيهوش حد، صرخ، طلع الطاقة اللي جواك بالصوت الجامد، طلع كل اللي في قلبك. لازم تعمل كده. مش قادر تعمل كده، جيب ورقة وقلم وفرغ طاقتك كلها في الورقة والقلم. قول اللي انت مش قادر تقوله للآخرين بالورقة والقلم، وبعدين احرقها ولع فيها قطعها. اهم حاجة تكون خرجت اللي جواك بالورقة والقلم. حاول تاخد حياتك ببساطة، اتناغم، بلاش انك تكتم في نفسك. هنا طاقتك بتقول جيب شمعة وبخور وقعد في مكان هادئ واسترخي وابعد عن التفكير في اي حاجة تشغل بالك او تتعبك، وابتدي اكتب اكتب اكتب. ان شاء الله كل اللي انت فيه ده والشعور ده هيطلع منك. لان هنا طاقتك بتقول ان حركة الكواكب والنجوم مأثرة عليك في الوقت ده، لان في بوابات طاقية بتفتح في الوقت ده. في رسالة بتقول لك خليك حذر، لان طاقتك بتبقى فيه تبديد، في تغيير. في ناس هنا كمان عندهم حنين واشتياق للماضي، في حاجة بيشعروا بيها بان هم بتشتتهم من الاخر، بتعمل لهم زي تشتتات، لانهم بيفكروا كتير في الماضي او في العذاب او في الزعل اللي هم اتعرضوا ليه في الفترة اللي فاتت. بلاش تفكروا في اللي فات، ابدأوا بداية جديدة، وقفوا رؤيتكم القديمة خالص في الجانب المظلم، وابدأوا في الجانب المنير من حياتكم. جاية لك رسالة بتقول ان انت داخل على بدايات جديدة، وبتقول ان عملك الشاق ده هيجني ثماره في الاوقات اللي جاية، لانك جاي لك تجربة جديدة في حياتك انت هتخدها في الوقت ده، هتخدها بكل بساطة، كل تناغم، بكل مرح. هيكون عقلك هو المؤثر الأساسي في التجربة الجديدة اللي انت هتاخدها. بس خلي بالك وانت بتخوض التجربة دي، خليك حذر، لان حركة الكواكب والنجوم في تغيرات، في تغيرات. فدايما خلي طاقتك إيجابية. جاي هنا رسالة للبعض منكم بذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واضح إن في ناس هنا الروحانية مسلوبة منها وعايزة ترجع، لأن الآية دي مع آية الكرسي، الدعاء ده يا جماعة مع آية الكرسي بيرجع الروحانية وبيرجع الأحلام والرؤى. في هنا بقى قبل ما أخلص الرسالة، رسالة تخاطر من شخص. قبل ما أقولها جاي لك رسالة أخيرة بإنك تشعر بالرضا، تمتن وتشكر على كل نعم الله لك،
تقول دايما الحمد لله بكثرة. حامل رسالة الاسترسال، انا هقفل فترة بس وهكتبها لان الرسالة استرسال قوية من العقل الباطن لشخص عايز يتخاطر معاكم، وهرجع افتح الفيديو تاني. حبايبي، رسالة الاسترسال من عقل الشخص ده، شخص بيفكر فيكم بطريقة مرضية. يعني الشخص ده بيقول ان حنينه واشتياقه ليكم بيقتله، واضح ان في تباعد. بيسأل نفسه ليه حبك ومش عارف يعرف الإجابة لغاية دلوقتي، لكن كل اللي يعرفه ان قلبه اختارك انت. هو بيقول انا مش عارف الإجابة، انا بسأل نفسي كل يوم ليه حبيتك انت بالذات، ولكن كل اللي عرفته ان قلبي هو اللي اختارك. واضح كمان ان الشخص ده بيقول اني مش قادر ابطل تفكير فيك. انا بخاطبكم بلسان يا جماعة، ده هو اللي طالع من عقل الباطن للشخص ده. حتى لو هو مداري عليكم، اذا كان شريك او زوج او حبيب، الشخص ده باعت ده من عقله الباطن، يعني ده تفكيره فيكم دلوقتي. وكأنه بيكلم نفسه وبيقول انا كان نفسي اشعر بالطريقة دي قبل كده، كان نفسي احس الشعور ده من زمان. واضح انه كان فاقد الحب في حياته. بيقولها بطريقة صريحة بينه وبين نفسه، او بيبص في المراية وبيقول انا بحبك. بيقول عايز اكون اكتر من كده ليك، عايز اقترب، عايز اكون مش صديق او مجرد شخص، او مجرد صديق في العمل، او مجرد يعني جار، او مجرد صديق. هو زي ما تقولوا كده، طاقته بتقول ان هو بيشوفكم باستمرار، اذا كان في عمل، في مكان عملكم بقى، في انتوا بتروحوا بتيجوا، انتوا بتشوفوه باستمرار. الشخص ده بيقول عايز يكون اكتر من كده ليك، وكمان بيقول هينتظر منك اي كلمة او اي حاجة علشان تفتح له الباب للطريق انه يكلمك، لانه زي ما تقوله خايف انه يتكلم معاكم. في حاجة مخليه شاعر بالخوف، لكن بيقولك هو ممتن ليك انك خليته شعر باحساس الحب ده، لانه كان فقده من زمان، وكان مش متخيل في حياته انه يحصل معاه كده. انه كان بيتريق على الناس، او كان بيتريق على الناس اللي هم كانوا بيحبوا يعني قدامه، كان بيقولهم ده كلام فاضي وكده، بس عقله دلوقتي واعي وعارف انه وقع في نفس المطب اللي كانوا بيقعوا فيه اصحابه اللي كان بيتريق عليهم. كتر حنينه واشتياقه ليك بيقتله، بيحبك حب حقيقي لكن مش قادر يعبر، في شيء موقف العلاقة دي او واقف في طريقها. علاقة صعبة وواضحة جدا. دي كانت رسالة الاسترسال من هذا الشخص. انا خلصت رسالة حبيب قلبي، يا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.